العدد مهم ديال الولادات تقوم داخل المراكز الاستشفائية، عدد 80,000 ولادة سنويا داخل المراكز الاستشفائية فهو عدد مهم. هذا الشيء كيجعلنا على أننا نزيدوا نبادروا على أننا نشجعوا على أن النساء يمشيوا يولدوا داخل المراكز الاستشفائية، يعني من أجل المراقبة. نساء حوامل ما كيوصلوش للعدد ديال 4 ديال الفحوصات الطبية الضرورية، وهذا رقم ضروري خصنا نوصلوا له. باش غنوصلوا له؟ بالتوعيه ديال النساء الحوامل، يعني في الوضعيه ديال الحمل ديالهم. وكيف ما شفتوا راه يعني صحه الام والطفل ما كتبداش حتى الحمل، كتبدا قبل الحمل. يعني هناك واحد مجموعه ديال الاشياء خصنا نعملوها قبل الحمل، اثناء مرحله الحمل، وبعد الحمل، والرضاعه ايضا لمده سنه او السنتين اللي كتلي الوضع. فهناك مجموعه ديال الاشياء اللي استراتيجيه وزاره الصحه واضحه فيها. 4 فحوصات ضروريه، احنا اليوم في الجهه كنقولوا خصنا نطلعوها ل 8 ديال الفحوصات الضروريه. وباش نوصلوا لهذا العدد ضروري خصنا الصحه الجماعيه تشارك معنا، لان هاد النساء ما كنعرفوهمش كلهم حاملين. حنا عندنا الرقم، كنعرفوا شحال من مراه غادا تحمل في السنه لان هناك احصائيات، ولكن باش نجيبوهم ويعرفوا المراكز الصحيه ويعرفوا الخدمات داخل المراكز الصحيه، هذا هو العمل اللي خصنا نخدموا عليه. فالصحه الجماعيه غادي تعاوننا على اننا نخرجوا المنازل ديال الامهات، نحصيوهم ويجيو يعاونونا. يعني المجتمع المدني هو اللي خصو يقوم بهذا الدور، يعني انه يجيب لنا النساء المراكز الصحيه. ونسبه ديال الوفيات الامهات هو يعني كيبقى واحد النسبه خفيفه، يعني 28 وفاه بالنسبه ل 80,000 ولاده. ف يعني ولكن انا كنقول على ان هذا الرقم ما خصوش يبقى عندنا داخل الجهه. علاش؟ لان بينات لنا يعني الاحصائيات ديال الوفيات، لان كنديروا لهم نوديت وعرفنا على انهم سوسون دي يعني ولادات اللي يمكننا، يعني هذه الوفيات يمكننا نتجاوزوها لو ان النساء جاوا قاموا بهذه الفحوصات ديالهم، عرفنا واش عندهم ضغط دموي، واش عندهم امراض يعني موازيه للحمل ديالهم. فهذا الرقم يعني كيبقى كيخدمنا، حيت مازال ما وصلناش لجميع النساء يعملوا هذه الفحوصات الاربعه الضروريه طيله فتره الحمل.